وفي الشأن الاجتماعي تناشد عائلة مغربية المنحدرة من بلدية ولاد براهم بولاية صعيدة، يناشدون المحسنين وأصحاب القلوب الرحيمة والسلطات المحلية من أجل مساعدتهم في تكلفة إجراء عملية جراحية على مستوى القلب لابنتهم سلسبيل التي تعاني من تشوه قلبي لازمها منذ ولادتها. للإشارة، تكلفة العملية لا تتعدى 30 مليون سنتيم. التغطية لمحمد عمراني. عندي طفلة مغربي سلسبيل، هذه عمرها زادت لي بالتشوه القلب، درت لها لوبيراسيون الاولى 2021، كان في عمرها 3 سنين. ثلاث سنين درت لها لوبيراسيون، وطلبوا لي العملية الثانية تاعها. ها هي وينها؟ عند كلينيك ارا. طلبوا لي 30 مليون، خاصني دروك باقي لي 20 مليون نرجو من السلطات والمحسنين واهل الخير اللي عاوننا في وجه الله. و 20 مليون تبان لي زعما ماهيش بزاف على اهل المحسنين اهل الخير، واللي بغيت يعاونني يروح للكلينيك يسقسي ينطي من النيميرو تاعها مغربي السبيل، هو يخلص هو يدبر راسها في وجه الله، ما يعطيني انا، ما خصني انا. انا خوتي انا مني على بالكم بلي انا مني شي خدام وبطال، وكاع اللي كان عندي هنايا قشي كل شيء فريجيداني كل شيء صوالحي بحثهم. الاوبيراسيون درت العمليه الاولى، والزوجه ما عنديش، والله ما عندي، نطلب من المحسنين يعاونوني في وجه الله.